أول شي يوم الأحد اللي صادف أول امبارح رحت على جوية يا جماعة عم نسهر، وأنا بتعرفوا صوتي حلو موتي يا مريض عادي، وبفتخر بصوتي الحلو عادي. فإجت فاتن فضل الله اللي طلعت على وسائل التواصل الاجتماعي، إجت فاتن وقعدت، فقاموا العالم قالوا لها اللي أنا كنت سهران عندهم، قالوا لها يا فاتن سامعة صوت عبد الله بالعزاء شو حلو. فقامت فاتن مش سامعة، مش شايفة لفاتن، مش سامعة فاتن فقمت عملت لها انا مجلس عزاء على طريقة فاتن، هو الفيديو يعني. فقلنا للمجلس بطريقتي، هذا ببيت الخاص، ما حدا خصه ببيتي، اللي عم بيعهر برا من برات لبنان اللي عم يبعتوا، واللي صار عندهم انه الغيري على الدين، شيل كاسك حبيبي من قدامك، ارجع تعا واجهني، بس تبطل تحط مصاري ببزاز الرقاصات، بس تنزل وتعمل حالك مغترب، ارجع تعا واجهني، وارجع تعا قول بحق لك تغبر على الصرمايه للي بده ينتقد وبده يحكي. كذلك الامر، انا لما كنت حبيبي عم بشحد لحتى ابعت عالم بحتاجي على العراق، وابعت عالم على ايران، وابعت عالم لهون ولهون، حضرتك كنت متوفي او كنت قاعد بالشاليات انت والبدديق، فهودي اللي عم ينشروا واللي عم بيسبوا. على كل حال في رب العالمين، وبتلقاها بصحتك وبعافيتك، وجدري مالطية وزنار نار بتحرق فيك ليوم الدين. انا ما ضروري بتقولوا ما ضروري يوضح، بس لا حقي اني اوضح هذا الفيديو اللي نشرته، ان شاء الله الله لا يسامحها ولا يبري لدمه، كيف ما فتلت وجهها وكيف ما برمت بوزها بحق الحسن والحسين وفاطمه وام البنين، الله لا يسامحها. واللي عم بيكبوا علينا من برا حكي، هود برات لبنان اللي مهاجمين من برات لبنان، في الكم يوم ان شاء الله بتلقوها بصحتكم وصحه عيالكم. كل واحد اللي اهاني مسامح، اللي هاني إلي مسامح، بس اللي أهان أهلي يحرق دينه بالقلب عمره ما يرجع. كل أنتو كمتابعين ما خصن واحد، أنا ببيتي شو بعمل؟ أنا لما عم روح كل حدا عم يدق لي عبد الله تعا سهار، وعبد الله عازمينك على السهرة، عم روح لبي طلب، وما في حدا إنسان شهر على وسائل التواصل الاجتماعي، مش بس بدكم أنتو، ألو فارس كرم تعا سهر عنا، بيحمل حاله فارس وبيجيب العود والرنين والربابة وبيجي بيسهر عندكم. انا عم روح كل حدا عم بدق لي تعا سهار، وكل حدا عم يعزمني لعنده، عم روح بقول ما بدي فشل حدا، وما بدي خلي حدا يحط علي كلمة انه انا ما بحضر وانا ما بروح، عم روح عند كل العالم ورقمي متداول مع كل العالم. اللي عم اللي مش هاضمني ومش حاببني وشي بيرجع له يصطفل، اللي عم يعطيني اياه مغطى ياخذه مكشوف، بس ما خصهم. انا هدي صارت، انا عندي فيديوهات بالبيت انا عم برقص حار، برقص بنطنط بدف بزلغط بغني بزاف، شو خاصكم؟ تروحوا حددوا لي لون البوكسر شو بدي البسه، هيدا الشي خاص فيي انا. وعلى هذا موضوع التطاول مش حكون لهالدرجه يعني بلا فهم، لحتى انا بدي اتطاول على اهل البيت، او بدي اتطاول على السيده زينب، على السيده فاطمه. اول واحد رحت على النجف الاشرف لمعلوماته، للي اغترب وشحد ومصمص مناخير ليوصل لبرات لبنان، للي لسه عم بيهاجم، اول واحد انا. لما كنت انت طالب مطالب وعم ببوز دروجنان ليسافرك يا حبيبي، كنت انا قاعد بمقام الامام علي بالنجف يا حبيبي ومرتاح وعيني هالقد وعم بدعي من قلبي، بطلع بسيارتي بدي امشي على الطريق، بدي ضلني انا فزعان العالم، هيدا شو قال وهيدا شو حكى، هيدا شو قال وهيدا شو حكى، هيدا قاعد بغرفة عازل انا بس فزعان شو انتقدني مكدوم وشو انتقدتني امطيس، خلص حار مثل ما انت، ما حدا بيسترجي يقرب عليك ولا حدا وانت ولا حدا بيسترجي يقرب عليك، انا كمان ما بخصكم اللي بيعملوا انا ببيتي، ما خصكم حبيباتي لمعلوماتكم. انا لو بدي انسان اقبر الفقر بدي اقبر الفقر من ورا الشهرة. لما اجاني اتصالات، لما اجاني اتصالات طلع يا عبد الله هاجم المحاكم الجعفرية واللي هي اللي بتخص للشيعة، وحط تشيكات ما بدك مصاري، ما اجاني تليفونات طلع يا عبد الله هاجم وقول انه المحاكم الجعفرية واحد اثنين ثلاثة، وحط لنا الرقم اللي بدك اياه عشان يهينوا الشيعة، خليهم يطلعوا يكونوا عم يحضروني. ما قبلت، بدي يبزق لفوق علي ولا يبزق لتحت علي، اكيد ما بدي اقبل بهذا الموضوع، حتى انا روح انا يمكن على قاعد اتمسخر هذا. واللي بيحضر الفيديو كذلك الامر، امبارح انا بعتوا لي، انا كانش عندي على التليفون بنام، بالعكس صوتي حلو عم فاتن يا فاتن يا فاتن، آه على قلب هواه معذب. يا لطيف هاتوا بات الله لنهده، هاتوا بات ربي لهده، يا لطيف شو عملني؟ شو زنايني على الهوى؟ خفوا علينا معلا،
اللي بدك تاخذوا كل العالم ماخذ الدم من طيزه بدكم كلمه وحتى هاتوا عبس عسمين لنشقفه ما خصن اللي بيعملوا انا ما خصن اوكي غلطت فيه للفيديو ما كان لازم ينتشر هي اللي نشرت والله لا يسامحها ما كان لازم ينشر الفيديو بس يعني قطرين الواحد على دفشه بدكم جنازه تشبعوا فيها لطم عدوا راقبوها لا بدي اكل ولا بدي اشرب ولا بدي اطير ولا بدي اقعد ولا بدي اسافر ولا بدي اعمل شيء بدي انا بس انطر شو قال عني شو قال عني هاللي عم بيهاجم واللي عم بيهاجم وعم بيدافع حسينيه بيعرف ايش تعي له بدنا 10 دولار بدنا نساعد عائلة مشحرة بيقطع ايده وبيشحد عليها وبينزل بيولع شامبين ب 100 دولار و200 الف و300 الف فاتورته هالجافة ليصرفها على الرقاصات شو حكيت لي بسمع عم بهم باهل البدو وعم بحكي بطريقة عزاء بطريقة ما عملوا وقت الفطبال وذهب هذا يا حبيبي ودخل الجول بالجول وفتة ما بعرف شو ما عملته عزاء بس لا كتير قلت بصوتي صوتي حلو رنين ايه صوتي حلو عندي بحة الحمد لله دغري بصير عندهم الغيرة يا ريت لو عندكم الغيرة على اهلكم كذا يا ريت لو عندكم الغيرة على اهلكم هيك اللي عم بيدافع وناطر بكل امه بدي اقول له على التليفون بشان ترى الشنطة اللئيمة بدكم جنازة تشبعوا فيها لطم حران ها بيتي قاعد ببيتي تعوا قولوا شو بدي اكل شو بدي اشرب اذا بيتي بدي اقعد ارتاح ما بدي ارتاح تفتح لي بيتك انت يا مهاشم تفتح لي بيتك خفوا عليني فكرنا عبد الله حينهار حيحكم لي السرطان اسي يعني انا خليهم كل واحد هاجم كل واحد هام بالحكي مردودي لإله قلت لكم بصحتكم وصحة عيالكم الله لا يسامحكم لا يبريلكم دم بجاه كل من اله جاه عند صاحب الجاه الله ريتو بيوقف لكم ولاد الحرام بدربكم لا بترجعوا لا سالمين ولا غانمين كل واحد هان اهلي بكلمه الله ريتو بيخسف الارض فيكم وبعيالكم ولا بتشوفوا السعد ولا الهنا ولا الرزق بجاه كل من اله جاه عند ابا الفضل العباس وخصيمي ابا الفضل العباس بظهركم واحد واحد لكل واحد هان الله لا يطلع عليك ضو لانه مش هيك بتهينوا العالم بتسبوا له وبتجرحوا باهله الله لا يسامحكم ولا يبري لكم دم حر انا بس اللي ما عاجبه عبد الله يتفضل يطلع وشوفوا دوائب الدنيا تدوره الله كبير وشايف وبيعرف قلبي شو فيه وبيعرف نفسيتي شو فيه الحمد لله نفسيتي حلو بحب اسعد كل العالم وضحك كل العالم ونشيل من هالهم الخرا اللي نحن عايشين فيه بهالبلد الزباله طلعتوا كل واحد بده يهدى تفه وتفي حاجه تبزق تفه وتفي حاجه تبزق ارتاح حاجة بزي الله يخلي دغري بعشتركم بالبزاق تفه 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 حاجة بزي قوم اتحمم حاجة بزي يلا تعتير كتبنا للولد النشرة كان يزرق صار يخرق ارتاح